Alors, الطريق اللي جينا منها واللي كتربط بين الطريق الاولى اللي حدا الثانويه والمحطه ولا هي هذه وهذه الطريق اللي كتدي كتجي من هنا كتجي من جهه المطار وهذا الاتجاه هذا اللي فيه الشمس كاين كتمشي للمرجان ديال الطريق تطوان وهنا الاشغال مستمره في سوق السمك هادو الاخوه اللي معنا على سوق السمك راه حتى هو في المراحل الاخيره ديالو دونك دونك الباب هي كتركب سي بون واخر مره جيت هنا هي في بدايه السنه كان باقي لو شونتي باقي والو كنظن الامور غاديه في الاتجاه الصحيح وهو معروف ان اي مشروع عنده واحد الدفتر تحملات عنده واحد اجل محدد ولكن بعض المرات ما كانش هادشي كيتحترم دونك حتى الكودرون ما دخلها هو هاي حاجه من الناس المتاع